قصر على خط الحدود، واحة ظلت واقفة رغم رياح العصرنة التي تهب عليها من كل جنب، صامدة أمام تقلبات الدهر، محافظة على أصالتها وطابعها الهندسي. قرية شامخة نخلاتها مشرئبة الأعناق تتطلع للمدى البعيد كأنها تنتظر حلول الركب والتفاتة الزمن لتصل الماضي بالحاضر وتذكر بسابق العهد والتاريخ الغابر وتحكي أسرار المكان ورونقه الساحر. حكايات طالما رددت صداها الأودية والصحاري، غدت من فرط القدم روايات غريبة الأطوار، أساطيرا فاقت أحداثها الخيال والأفكار. إنها إيش، الواحة الباهية والقرية الودود، الفواحة بعطر الماضي وسالف العهود، زهرة الصحراء، عروس الكتبان والنجود. عبر أراض منبسطة جذباء وبعد اجتياز تضاريس متباينة تكونها الأخاديد والوهاد والنجود، تتقدم قافلة أمود ببطء نحو قصر إيش. إيش واحة تمثل النهاية الشمالية لواحات الجنوب المغربي، تقع في الجنوب الشرقي للمغرب على حدوده مع الجزائر. تتموضع إيش وسط منخفض ينتمي للأطلس الكبير الشرقي، وتبعد عن مدينة بوعرفة بحوالي 102 كيلومترات، وعن البحر الأبيض المتوسط بنحو 430 كيلومتراً. هنا وسط هذا الصدع الممتد وبين أحضان هذا الوادي الواسع حيث الخضرة والنخيل، تجتمع مجموعة من الدور والبساتين لتتعانق فيما بينها وتكون واحة بين الجبال. على ارتفاع نحو 1050 متراً عن سطح البحر وبمنتصف السلسلة الجبلية الممتدة من مدينة أكادير جنوب غرب المملكة المغربية حتى ولاية بسكرة شمال شرق الجزائر، تقع إيش بين جبال تحدها من كل جانب. جبال متفرقة تتميز بسفوح شديدة الانحدار، تغلب على صخورها الصخور النارية القديمة المغطاة بطبقات من صخور كلسية ملتوية ضربتها الصدوع في أجزائها المختلفة. من إحدى قمم هذه الجبال المنتصبة كقرن استمدت المنطقة اسمها لتدعى إيش، الذي يعني القرن في اللغة الأمازيغية.
بين هذه الجبال العارية الضمآنة تجثم إيش لتكون بنضارة بساتينها واحة خضراء وسط منطقة قاحلة صحراء. تتميز المجالات الصحراوية بسكن يتلائم مع ظروفها الطبيعية القاسية، اصطلح على تسميته في دول الشمال الإفريقي باسم القصر. قصر إيش نموذج لذلك، فهو بمثابة مجموعة من دور متلاصقة متلاحمة تشكل الإطار الاجتماعي للمجموعات السلالية التي تقطنها، وهو مقسم حسب وضعه الوظيفي إلى مجالين متقابلين، مجال عمومي ومجال خصوصي. يتمركز مجال إيش العمومي وسط القصر، وتمثله الساحة والمسجد وبعض المرافق التابعة له، والمجال الخصوصي تحتله المنازل الشخصية. هذه المجالات تخضع لسلطتين مختلفتين، سلطة الجماعة وسلطة الأفراد. السلام عليكم. إثر وصولنا إلى القصر سرنا نحو مسكن أحد قاطنيه الذين نشأوا به، والذين يلمون بكل منعرجاته والتواءاته ليكون لنا دليلا خلال مقامنا به. بسم الله. عاوتاني تشفت السريت. السيد محمد قدور علي إيشي يعيش مع أسرته بمنزله الرحب هذا وسط القرية، معتمدا على الفلاحة والنشاط الزراعي. فلاح ضرير أفقدته الحياة نعمة البصر ليستعيد عنها بنعمة البصيرة. السلام عليكم. السلام كيراك؟ بخير. شكون هذا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا على ما جيت كيراك. مرحبا بك سيدي، كيراك بخير لاباس؟ مرحبا بك على ما جيت. واش لاباس؟ الحمد لله. تفضل. مرحبا مرحبا. بسم الله سيدي. الله يبارك فيك. كباقي طور البلدة تعكس المواد المستعملة في بناء دار محمد قوة أهلها ومقدرتهم على استعمال ما أتيح لهم من مواد طبيعية وتسخيرها لصالحهم. القديمة هذيك 300 سنة من اللي بنوا هذا الطوب هذا. 300 سنة. واه مولاها واه 300 سنة أخويا. لقد شملت كل المواد الأساسية التي وجدت في وسطهم، والمتمثلة أساسا في الطين والحجارة والقصب وجذوع الأشجار والنخيل. هذوك يكونوا باردين في الصيف. يتميز التصميم الداخلي لمنازل القصر بوجود فناء وسطها يتسع أو يضيق حسب المساحة المخصصة لكل منزل. عند جوانبه تصطف غرف تختلف أحجامها تبعا لطبيعة الاستعمال، فإلى جانب غرف النوم والمطبخ نجد غرفتين رئيسيتين في كل منزل، تامس ريت أو بيت الضيوف، وغرفة أخرى تتميز بلطافة جوها لخزن الزاد والمنتوجات الفلاحية من حبوب وسمن وتمور. هذه الغرف تتخذ في الغالب شكلا مستطيلا منمق السقف بسيقان القصب أو بأخشاب الدفلة. مرحبا بكم. الله يبارك فيك. مرحبا بك. بارك الله فيك. مرحبا بك على مجيكم. مرحبا بالشلوح ديالنا والمغاربه ديالنا كل شيء ديالنا. بسم الله. بسم الله. اوكي ودي. سي محمد نسولك. سولني. امتى تقريبا باش مشى لك الشوف؟ البصر ديالي مشى لي في 96. 96. 96 مشى لي البصر ديالي. مشى لك بواحد الخطرة ولا بشوية بشوية؟ هاد العين هادي مشات لي في 63. كنت في دار الزايدة كان واحد العقدة هكذا، عارف كان كنت في دار الزايدة ونشدو بالشداد. واحد العقدة هكذا كانت في الشداد الكردة. عقدة كبيرة. أنا جبت العقدة هكذا بالجد وجينا هنا للعين. وقال لك طلعت لي الشبكة هذيك الوقت. وجات واحد القافلة هنا أربو عرفة، ديك الأولى جات القافلة أربو عرفة نتاع العينين. مشاو فوتوا عليا عطوني شي تقطيرة ومنا، وأنا قال لي الشبكة ديالك طايحة قديمة. واش في جوج العينين ولا في واحد؟ غير هذا، ام هذه صافي ميته، غير بقى غير هذه، كنت نشوف غير هذه انا كاع. قعدت هكذاك حتى انا هذه ماركي صراحه حتى انا قعدت انا تنقص. بدات تنقص بوحدها؟ لا ما ضربني حتى حاجه، قعدت تنقص ومشيت فوت على هذيك الشبكه ديالك طايحه قديمه، ومن تما ما مشيت ما فوتش كاع على. واليوم كنشوف بحال اليوم بحال انا صحاب بحال انا كنشوف. الحمد لله. انا في عمري من 47 انا عمري واشتشت كاع في المغرب. واشتشت في المغرب شفت وجده وفيقيك وبعرفه
صافي كاع في الاقليم كاع في كاع في المغرب ديالي هذا الشيء اللي شفت في الدنيا ديالي انا وكان بحال اللي كنشوف من الشان ما كانش عادي يعني كنشوف كنخدم انا الفلاحه ونخدم كل شيء ونورد ونحشل الشياه ونعلف كل شيء راه كندير اثناء تجاذبنا اطراف الحديث اقترح علينا محمد ان يكون مرشدنا خلال جولتنا في القصر فرغم كونه كفيف البصر إلا أنه يعلم علم اليقين موقع كل زقاق وكل دهر ويعرف أسماء أهلها ومن هاجر منهم ومن لا يزال مستقرا يبدو قصر إيش متشابه البنية والنسيج فمنازله مكونة من طبق أو طبقين في الغالب ويحتوي على أزقة متعددة بعضها مشمس مفتوح إلى السماء وبعضها مسقف ظليل يكاد لا ينفذ إليه نور الشمس هذا نقولوا نحن سقاق مثلث مظلمة هذا نقول حنا سقاق مثلث دابا هنا مظلم قلتي حنا مظلمة أنا كنتمشى كنبغي وأنت ما تقدرش تمشى هنا أنا ما كنشوف دابا والو وأنا مظلم عندي دائما الصباح وعشية والليل ومشي للجامع كنخدم وكندير الخضرة وكندير كل شيء دائما مظلم قدرة الله أنت دابا عندك بحال هنا بحال كيف أنا دوك وتقول حاجة ضربني هنا وها شوف وها أنت ما تظلم دابا أنت اللي غاتوريني الطريق دابا أنا نقول لك غير روح ايوا روح من هانت زيد من زيد ايوا هانت وصلت دوك الضو هانت وصلت الضو هانت وصلت الضو زيد ان ايش في مجملها قريه ساكنه مهجوره فاغلب دورها فارغه مهدمه لا يقطنها احد قايد هذا قول قايد حمزه غير قيم دين هذه الدار ديال هذه الدار ديال ولاد الطيب بن عبال هذه الدار ديال الطيب بن عبال خاويه هذه لا اسمع هذا قولها محدين قديم هذا مشى مسكين ساكن فلان جير هذا مشى يقول لهم هذا كان حتى هو كان في لاج يقول لهم حدين وهذا ومننا كاين الدار ديال محمد بن عاشور باين هذا وكان تهلو ساكن معاه تما مشى وما بقاوش هم في الخارج فلان جير ولا في الخارج ببالغ الاسى والحسره اخبرنا السيد محمد ان سكان القصر في تناقص مستمر وان الاسر القاطنه به اليوم قد تدنى عددها من نحو 70 اسره الى حوالي 25 اسره الان كيموتش عليه واحد هذه الدار ديالو عندكم هذا طانسيون اباو هذا كنشوفه دابا انا كنشوف حتى المنازل الاهله فهي في حاله متهالكه تحتاج الى اصلاح وترميم خارجين ما ساكنينش هنا مشاو بعرفة عندهم ثلاث ديور ربعة في وجدة وبعرفة علاش كاع رحلوا هاد الناس؟ هاد الناس هجروا الهجرة الأولى هجرت الناس كانت الثورة كانت الثورة بين الجزائر وفرنسا كانت ناس تخرج خافت الدار ما التجارة وهم كانوا يضربونا مزيرين علينا عاود 75 من خلق ديك المسيرة زيدوا علينا الجزائريين الناس خافوا هربوا وحنا قعدنا هاد المساكن هاد الغاشي هنا ناقص الأمان واه كنا خايفين واه هذه الدار ديال هذاك محمد وحمد هذاك اللي معانا هنا قول حمد سليمان بواه هذا باقي ساكن ولا هذا ساكن هنا مسكين شوف كل شيء طايح هنا وساكن هنا بالصفه عليه علاش؟ هذا لقاوني يسكن ما عنده فين يمشي هذا واشوف واحد شوف واقف كل شيء طايح هنا واش انت تقدر تسكن هنا في هذا الشيء زيد هنا شوي عندك واش كاين شي حجر هنا كل شيء طاح هنا هذا طاح هذا شوف كانوا دايرين الضو هنا كل شيء طاح عليه الضو هنا هذا الشيء تقدر تدخل من كانت من الدريبه تفوت حتى الدور لهيه لقد تضافر الخوف والجفاف وسوء الظروف السياسية فكانوا سببا في ضنك عيش أهل إيش وهجرة قصرهم وترك دورهم عرضة للتلف والضياع لكن رغم شح السماء وتوالي سنوات الجذب على المنطقة فواد إيش الذي يعتبر قلب الواحة وشريانها النابض سخي كريم بعيونه التي لا تنضب والتي تجتمع مياهها على جنبات الوادي لتكون منطقة رطبة ومكانا لعيش الكثير من النباتات والأحياء المائية وتسيل رقراقة تسقي البساتين والنخيل. توفر عيون إيش مياه عذبة يرتوي منها أهل القصر ويسقون بها حقولهم ومياه هذه العين المسماة عين الجير زيادة على سقيها للمزارع واستغلالها للشرب والطبخ قبل أن تنشأ شبكة الماء العصرية تستغل للاغتسال والوضوء والتصبين وقد أنشئ لها مرافق لهذا الغرض وسواقي تمر وسط القصر هذا يقولها ترقان يرقازن ياك وهذا علاش سميت هنا يمين ترقى هذا يقولها سعد العرباس يقولها احنا نقولها يمين ترقى على حساب هذا الترقى اللي كاين على حساب هذه هذه نتاع الرجال وهذيك نتاع النساء
وانت مسويه مسخار انت انا لا نعاود حتى انا كنعاود على غير رواح نعاود معك حتى لا ما نعذبكش زعما لا هذا يقول حتى رجع يرجع ها يجي هنا توضى وسخونه كيجي من عين الجير هذا نقولها عين الجير عين الجير وعين الجير كان هنا تقريبا في السد تقريبا كيلومتر شحال كيلومتر من حتى عندها يا نيشان كيجي الماء كيلومتر من حتى منها خارجه واه هذا هو شوف ما كينقصش هذا الماء ما كينقصش لا ما كينقص ما كيزيد خارج الجفاف ما كاين لا 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 حنا وتقول لا الجفاف حنا الماء ديالنا ما ينقص ما يزيد والو هذا هو هذا السقا ديال النسا نشوفوها هو عندها هو كيغسلوه هنا كل شيء كيغسلوه هنا يصبنوه هنا وكل شيء يديروه هذه فيها الماء كي شوف ها السلوم ها الغبسه صور بعدا نسيت هاك انت راه مزيد من كيدخل هنا في الصيف ما تعباش مع الرضا اذا دخلت هنا في رمضان ما تعبا لا مع حر ولا مع والو ما تعطش ما تجوع وتقول مع هذه البروديه وهذا الماء مزيان كيغسلوا الحوايج هنا وكنغسلوا هنا الحوايج تجيب البتيه ولا تغسل هنا كيجيبوا وكيمشي الماء كيعاود كيعاود ذاك الشيء كيعاود كنوردوا به حنا كتوردوا به اللي توخا فيه الصابون وداك الشيء واه كنوردوا به راه يخسر لكم لا ما كيخسرش لا 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 ما كيخسرش لا والو لا هو عادي في الماضي وخلال فترات ما قبل التاريخ كانت إيش وكل المناطق التي نراها اليوم صحراء مقفرة مناطق رطبة غزيرة المياه وفيرة العشب والشجر تعج بحيوانات برية كثيرة مختلفة انقرض معظمها لتعوضها ماشية أليفة هنا غير بعيد عن القصر وعلى صخرة رملية حمراء بضفة وادي دويسة خط إنسان هذه الربوع مشاهداته اليومية وناقش عاداته ومعتقداته وجسد أفكاره وأحاسيسه وكل ما استرعى انتباهه من وحوش وحيوانات إنها إحدى أجمل النقوش الصخرية في كل الجنوب المغربي سواء من حيث مواضعها أو من حيث جودة رسمها حيوان بقري الشكل بتاج على الرأس وحيد قرن غزالة مجموعة من الغاز ورموز يمكننا أن نستقرئ منها رسماً لرأس طائر متداخل مع نقش آخر نقوش كثيرة موضوعة بمهارة فائقة وفن جميل إن نقوش إيش الصخرية تعتبر بمثابة أولى النقوش المكتشفة عالمياً على يد الجنرال كافينياك أثناء حملته على المنطقة سنة 1847 وهي جزء مما يسمى بنقوش الأطلس الصحراوي التي تعد أحد أكبر المتاحف المفتوحة على الهواء والتي تزيد مواقعها عن 150 موقعاً مواقع كثيرة تضم نقوشا صخرية تؤرخ لمراحل متجذرة في القدم فنقوش إيش والدويسة والدشيرة في غالبيتها تمثيل لما كان عليه مناخ المنطقة ونباتاتها وفوناها آنذاك إن اللوحة التي رسمت على أحد جدران منطقة الدشيرة لوحة تعتبر من أرقى ما خطه الإنسان البدائي على الصخور في هذا الموقع كما في مواقع أخرى عديدة في هذه المنطقة واتجاه الشمال الشرق كامتداد في اتجاه الشمال الشرقي يعني منطقة الجلفة إلى قسنطينة بالجزائر توجد مواقع صخرية مواقع نقوش صخرية تتميز بخصائص متشابهة بما يعني بأن هذه المنطقة كانت مأهولة في زمن ما غالبا فيما قبل التاريخ لقد رسم الإنسان الإيشي بخط عميق رفيع بقرياته ونعاماته وغزلانه وسنورياته على حائط من حيطان الجشيرة مصطفة يحادي بعضها البعض على أكثر من 14 متراً كما وضع رسماً لقطيع خلال سيره وصورة لإنسان واقف توحي أنه راع صحبة ابنه
وبقريات تبرز تفاصيل جسمها أنها من جنس ذكر. على الجدران أيضاً وضمن مجموعة أخرى من الرسوم نعامات وغزلان تسيطر عليها لبؤة. إنها النقوش التي تشكل أبرز ما في تشير من فن وصفي تعبيري. إن الكلمات عاجزة عن وصف جمالية هذه المشاهد ومدى دقتها وقدرة الإنسان على تدوين ملاحظاته واهتماماته المؤرخة لزمن تعمير هذه الأرض. ترجع أصول ساكنة منطقة إيش إلى جذور عريقة في القدم، فبالإضافة إلى قبائل الجيتول التي ذكرها المؤرخون القدامى والتي كانت منتشرة بالمنطقة منذ عصور ما قبل الميلاد، انضمت إلى المنطقة في فترات متلاحقة مجموعات بشرية ذات أصول أمازيغية زناتية وصنهاجية، وتقاطرت عليها شعوب عربية آتية من شرق الجزيرة العربية كقبائل بني هلال وبعض العناصر المنتمية للأشراف الأدارسة من عرب فاس. هذا الاستقبال المكثف للهجرات في فترات تاريخية متفاوتة نتج عنه تركيبة سكانية مختلطة من عرب وأمازيغ. نظرا لغياب المصادر والمعلومات يصعب التمييز بين مكونات مجتمع قصر إيش، فكما كان دائما يشكل نقطة استقبال وعبور لأفواج كثيرة من البشر، عرف بالمقابل هجرات عديدة لنسبة مهمة من سكانه، وذلك لأسباب مختلفة أمنية واقتصادية. يعتبر وصول الإسلام إلى المنطقة بداية فعلية لتواجد قصر إيش ومنطلقا لتاريخه، فبعد حلول الإسلام بات من الضروري تشييد مركز يلتف حوله المسلمون بالمكان، فكان بناء المسجد العتيق تمزجد توسرت. كل شيء احنا هذا نقولها سقيف النجمات، حتى هذا كنا نجمعوا فيه، انا نقولها سقيف النجمات بالشلحة كيتعمر منا ومنا ما تلقاش من تفوت بالغاش. ايوا هذا هو يش القديم القصريه القديمه، هذا هي هذا هو السونتر بحال هكا، هذا هو السونتر ديال يش، هذا هي الجامع لك قولها تمزقة وسط، هذا الجامع القديم، هذا الحيط ديالو اللي كاين هنا، هذا قولها تمزقة وسط، هذا هو الجامع القديم تمزقة توسرت الشلحه، صافي كلشي مشاو كلشي مشاو اللي ما وين كيجيو ولا لا الديور طاحوا رحت تشوف من هنا. يعتبر المسجد العتيق اول ما بني بالواحه، فقد كانت تمزجدة والسرت أصل القصر ونواته الأولى. بعد بنائه بنيت حوله الأسواق والشوارع والبيوت وباقي المرافق، ليتنامى القصر شيئا فشيئا ويصير على ما هو عليه اليوم. خلال فترة الحكم السعدي بالمغرب عرفت إيش ازدهارا علميا ودينيا وثقافيا كبيرا، حيث ظهر بها أولياء متصوفة كبار تزعموا زوايا مختلفة واتخذوا لأنفسهم بها خلوات وقببا عديدة، أمثال سيدي بوعزة وسيدي محمد بن صفية وسيدي سعيد وسيدي الشيخ وغيرهم. على جدار من حجر جيري قرب قبة ضريح بوعزة البريشي أعدت خلوة الشيخ عبد القادر السماحي صاحب ومؤسس الزاوية والطريقة الشيخية المعروف بسيدي الشيخ. شهدت هذه الزاوية إشعاعا روحيا كبيرا في حياة مؤسسها الذي كان مقصد طلاب العلم والعرفان، وقد تخرج على يده شيوخ كثيرون نشروا طريقته الصوفية في الجنوبين المغربي والجزائري، ولا تزال خلوته هنا بإيش قائمة تشهد على قوة زهده وشدة تعبده وتصوفه. إن هشاشة هذه الأراضي الصلصالية وقابليتها للحفر جعلت أهل إيش يهيئون بها سراديب ومخابئ تحأرضية
لخزن مدخراتهم وإيواء أنعامهم. كتمشي للجامع. محمد قدور أبى إلا أن يرينا تلك التي حفرها لنفسه قبل فقدان بصره. قبل الوصول إليها كان علينا أن نمر عبر مقبرة قديمة تضم رفات الإيشيين القدامى. كان فيها شي حجر غير حيدهم التراكس. التراكس حيدتهم. لا كان خدموا واد الحر هذا واد الحر فايت منا. داك التراكس حيدتهم قالوا عنا قبور بزاف. القبور القدام اللي قلتي. واه القدام هذا كاع قدام كل شيء منا. حنا جداد راهم الفوق راه في ذاك الآخر القدام منا راهم ثاني منا. شوف راه نطيح. ها نوصلوه نوريه هذا مرة ها نعقل عليه ها هو لا مازال ها وشو مرة ها هو بسم الله ندخل هكذا باش يستقام لي بسم الله واحد شوف هذا السي حسن هذا بسم الله ها هو هذا حفرت فيه على بيدي بوحدك غير بالكادو بوحدك غير بوحدك ما عطيتش فيها عاد كنت حال الوقت قليل 15 ما عطيت فيها ولا كنت صحيح ما كنتش ايوا هذا دا كنت ندير فيه الخضره البصله والبطاطا كنت كنت ندير هنا بحال الفريغو في الشتا كتدخل هنايا كلا حوايجك والو ما تحس بها كلا حوايجك بحال الحمام وجربت انا وفي الصيف كتدخل هنا تموت بالبرد قلت لك الشباب ديالنا 10 ناس كيجيو ينعسوا منا ومنا شوف خلال السنوات التي شكلت أوج الثورة الجزائرية سخر المغاربة أرضهم لمساعدة إخوانهم الجزائريين في صد الغزاة الفرنسيين فما بين سنوات 56-900 و62-900 حفر الجزائريون لأنفسهم بهذه الأراضي أقبية واسعة عميقة عبارة عن أروقة ودهاليز طويلة مغارات يتخذها اليوم عابر السبيل والرعاة ملجأ للاحتماء من شدة الحر والقر والرحال ملاذا يأوون إليها والخفافيش مكانا للسبات والرقاد سراديب تتخللها منعطفات وانعراجات اختبأ بها الثوار يوما وخزنوا بها أسلحتهم وعتادهم ومنها انطلقوا لشن هجماتهم وتحرير أراضيهم جعل موقع إيش الاستراتيجي من المنطقة مطمع الفرنسيين الذين أرادوا ضمها إلى مستعمراتهم الجزائرية فقد استغلوا غموض نصوص بعض المعاهدات المبرمة كمعاهدة لالا مغنية التي احتفظ المغرب بموجبها رسميا بفيجيك وإيش لفرض سيطرتهم عليها والانسلال إلى المغرب وقد وصلت محاولاتهم الحقيرة تلك إلى حد طلب ضمها صراحة من القيد الحرم بمحمد الذي كان على رأس قبيلة إيش مطلع القرن العشرين زقاو القيد الحرم العين الصفراء هذه فرنسا قالت له قالت لي خصك ترد لينا تسني ليا سنية على إيش يولي جزائر ونعطوكم نعبروه ليكم بالمال وتبقوا فيه وتبقوا عايشين من عندنا هذاك القايل من زقور العين الصفراء ما بغاش يقول له لا خاف ما يحضر يقتلوه ينوضوا له العين يقتلوه قال لهم صحه وين بغاو يتلاقوا بغاو يتلاقوا في وجده داروا تما واحد المؤتمر بالقياد بالشيوخ بالقنصليات بالسفارة كل شيء باش نقولوا باش يمضي هذاك القايد على ايش جزائري صفقوا باش دلفع الصفرا اصبح هنا قال الجماعة واش عندكم راها فرنسا قالت لي على ايش باش يولي جزائري واش قلتم الا سمعت حنا ايش مملكي ما نقدش نبيعوه يا لو كان نغزو الحجر والتراب عاد الشجر خلى علينا الحجر والتراب ناكلوه عليه ولا نردو جيش لجاجين كي نردو بلاد الملاكه والطبع نتاع الملوك عندنا ونمشيو نردوه لجاجين منين دخلوه قال لي وين راه زقاو الحكومه تاع فرنسا قال وين راه القايد الحرمه قال له راني حاضر قال له روح داخل عطوه الكرسي قعد فيه وسط القاعة كي هاك والدنيا متلحقة عليه ناض واحد العربي يقول له سيد الخلادي من المرابطين نتاع عسلة كانت عطيتها فرنسا ليد
دازات أهلاغا لاغا لغاوات اللي بغى يكتله يكتله هو بغى يكون حتى يكتل حد فرنسا ما تقول له لا واش كتل ولا واش درت ما كانش اللي قالها يا قال لهم كتلوا هذاك يا قالوا حبسوا هذاك يا هذاك دار مجرم وقال له تلقوه يتلقوه قال لها الخايد الحرمة درك هذا العربي راه هذا الخلادين يقول له يقول له سيدي مولاي راه يسول درك درك راه يسول العربي في العربي قال لها الخايد الحرمة يش جزائري ولا مغربي قال له مغربي قال له بغينا نقول لك واحد الكلمه قال له مرحبا قال له بغينا نقول لك واحد الكلمه تبعنا فيها قال له مرحبا قال له واش كاين قال له بغيت تسني لنا يش ولي جزائري وانت تكون في بلاصتي لاغا وانا لاغا لوات محسوب قال الفوق قبل الفوق بحال فرنسا قال له واش تان قال له هكذا ويعطوكم فرنسا تعطيكم باش تعيشوا وتبقوا عايشين مع فرنسا واش قال له القائد الحرمه قال له حشومه عليا حرام فيها مذهب الاسلام باش ندير هالشي درك راه الشاور هو والكبار هنا وكل شيء هذا كل شيء راه مخيط قال له كيفاش يا سيدي مولاي ملي نطو وييش مغربي وهل ييش مغربيين مع الملوك ودروك نمشيو نبيعوا المملكه ديالنا نبيعوها لفرنسا باش نعيشوا لهنا عيشنا هو ملي قال هكذا الدنيا صفقت واش قال الحاكم الجبيرنو تاع فرنسا قال له برضو. خلال الثورة الجزائرية عاش الإيشيون فترة عصيبة وامتحانا عسيرا، فقد كانوا بين مطرقة الوقوف مع الإخوة الجزائريين وعدم خذلانهم وسندان ملازمة الحياد وتجنب استثارة المستعمرين، لكنهم اختاروا الانخراط في صفوف جبهة التحرير الجزائرية وهبوا للدفاع عن دينهم وإخوانهم. اعترافا له بنبل خدماته، تسلم المجاهد بوعزة ابن القائد الحرمة وثقة تشهد له بدوره في مساندة الثورة واعتباره واحدا من روادها. كان مرشدا للثوار في شعاب المنطقة وجبالها، ومطعما لهم ومداويا لمرضاهم، وقد قام بإنشاء جناح خاص لمعالجة المرضى من صفوف جبهة التحرير الجزائرية، وأعد خلية تهتم بالطبخ وتحضير الأكل للمجاهدين بمنزله بإيش تحت إشراف زوجته التي حصلت على بطاقة العضوية بجبهة التحرير سنة 1957، بل لقد جعل منزله مقرا لجبهة التحرير الوطني فرع إيش التي كان أحد أعضائها. سنة 1962 توجت الثورة الجزائرية بنيل استقلالها، فهلل المغاربة والجزائريون وتنافسوا الصعداء وصفقوا استبشارا بالنصر. لكن ما كادت تمر سنة على جلاء الفرنسيين عن الجزائر حتى نشبت حرب بينها وبين جارتها المغرب، نال منها قصر إيش القسط الوفير، حيث تم احتلال المنطقة من قبل الجزائريين لمدة 6 أشهر. خافوا الناس من الجزائر، اختفت عام 63 ضربونا 6 شهور احتلونا الجزائريين. 6 شهور وحنا محتلين عندهم. 6 شهور. هادشي 63 ضربونا. هما جاوا ضربونا قال لك راه جينا بالفرقبة. سمعت علمونا العروبية ماشي هما. كان هنا الرحالة يعرفوني قال لك هم جايين بالفرقبة شوف كد احنا قلنا استهزينا قلنا ما كانت هنا 30 رقبة ديال الزيش ديالنا احنا غير 30 قعدنا هكذاك ايوا احنا استهزينا قلنا صافي ما غاديش يضربونا هما جاوا العين الصفراء تشدوا بيناتهم هذوك اللي كانوا ياكلوا هنا بكري في الثورة قال لهم ضربوا قال لك اش ما نضربوش احنا نسحبوا تما في عين الصفراء 60 كيلومتر نسحبوا قال لهم كيفاش كان يوكلنا وين عسنا وداوي المجتمع مشاو نضربوه نسحبوا هاد العمر نسحبوا جاو هنا الكوبيين والمصريين والسوريين وكان جي هنا الجنان ديالي كان علم واحد الحجره هنا
عندي عارف البلاصه الجنان ديالي كتغلط فيه الجنان ديالي الباب ديالي وين. بعد رحيل الاستعمار الفرنسي عن المنطقه ورث الايشيون وسكان القصور الفيجيجيه عامه احد اصعب المشاكل وعقدها، مشاكل تتمثل في رسم الحدود السياسيه بين المغرب والجزائر، تضرر منها العديد ممن اقتطعت اراضيهم واغراسهم وعزلوا عن اهلهم وذويهم. اليوم ها هم سكان ايش بمن فيهم محمد قدور راضون بما قدر عليهم، مكتفون بالاشتغال في حقولهم الضيقة الصغيرة، يتأسفون على ما كانت تشغله ايش من مجال رحب قبل ان يقلصه ويقطع اوصاله الاستعمار الفرنسي. وما عاد يزعجهم ويقض مضاجعهم الا اتلاف الخنازير لمنتوجاتهم وسطوها ليلا على مزارعهم. ها هو هذا غرستو يانا. يتكون المجال المزروع بإيش من بقع مختلفة الأشكال والأحجام تخترقها أزقة تسهل الربط بينها. هذه البقع تنتظم داخلها مغروسات شجرية يكونها النخيل وبعض الأشجار المثمرة في الجوانب، في حين يترك وسطها لزراعة الخضر وبعض المواد العلفية. يعتمد فلاح إيش في سقي مزروعاتهم على مياه العيون التي جعلوا لها سواقية توصلها إلى حقولهم. إن أهمية الماء وندرته في هذا المجال المقفر جعلت الأجداد يقننون استعماله ويولونه اهتماما كبيرا. لقد ابتكروا طرقا عديدة لتوزيعه وتحديد نصيب كل فلاح منه، وقسموه بين الحقول بواسطة ما أطلقوا عليه اسم الخروبة التي كانت تعادل 45 دقيقة وغيرها من الطرق الحاسبة للزمن. قبل استعمال الخروبة كان أهل إيش يعتمدون على الشمس لحساب وحدات القياس، وكان ذلك بواسطة حائط كان بغرب المسجد يضرب بظله في الأرض. اليوم لم يعد للحائط من وجود، بل صارت الحصص توزع بين العائلات المالكة للأراضي بالأيام حسب حقوقهم المشروعة والتي نالوها مما اشتروه أو ورثوه أو رهنوه أو فوت لهم. كان تلاقي الماء كان ورد، كنت نجي نورد الفول ديالي غير تمشي داك نجي نورده. حاول ها هو ها هو يوصل برك نتوما تشوف. بسم الله هاو نشوف داك نسقي. بكامل الثقة والثبات وبشدة العزم الذي لا تثنيه الإعاقة يتقدم محمد نحو حقله ليتسلق سوره وينفذ إليه. يلا نتلفت هاك. لقد قاده الإحساس بظمأ فوله وحاجته للماء ليذهب إليه ويتفقد أحواله. بسم الله. قلت لي ما عمرك تحتي من تما؟ لا 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 ما نطيحش العمار ليلا. عمرك نطيح انا ما نطيحش انا. شنو تخطر في بسم الله. ها هو الفول. وهذا الفول هذا عارف كادير 100 درهم الكيلو. ما كنبيعوش حنا. كتبيعوش ياك؟ لا كادير 100 درهم الكيلو وحنا ما كنبيعوش. راه كناكلوه ولا نلبسوه نديروه بصاره ولا. ها بسم الله بعدا نتغدى. ناكل عاد شي فوله بسم الله. بسم الله. يتم تقسيم الأراضي الصالحة للزراعة بالواحة إلى مجموعة من الأحواض تختلف أحجامها حسب ما زرع بها، وتتميز بكون منتجاتها بيولوجية خالصة لا تعتمد على الأدوية والأسمدة الكيماوية، تستغل بطرق تقليدية يوجه إنتاجها للاستهلاك الشخصي. سينيكا شي واحد ندق؟ ها نعطيك؟ أي نشوف هاك دوك شوف القشره رميها القشره رميها كلها غير الداخل غير الداخل ديالو. ايوا هذاك حتى حتى ما وصلناش معليش. ها واش كدير ليه دابا هذا الدواء ولا لا؟ لا 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 دواء لا نقري وتقول ما كاين لا دواء لا 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 دواء لا نقري غير الماء والغبار ولا هكذا وما تيخسرش ما تيجي ليه شي دودا ولا لا 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 والو. حنا غير خاطرنا لا نقري وداك الشيء الدواء تاع الخضره الاخر كاع ما كيهضرش عندنا لا. ايوا ها هو بسم الله. ايه انا هود منال هذيك البصله نقيها من ذاك الحشيش وذاك يلا بسم الله وذاك العسلوج وذاك نقولها بش الحياه نقولها بش الحياه قلوش قلوش واه بالعرض يقولها العسلوج بسم الله. حاول نحيد البوط باش توشي اللي ارجل في البصله ما نعرفش على بنخلي البوط كل شيء باغي نعجنو باش ما تقيش وانا رجلك رجلك كتحس مع البصله كان حاول في الفران كان عفس هاو
وها انتظروك هذا في السماء باغي نصاوب. بسم الله. هذا قريب نصاوبو هذا غير حاول شوف. ها البصله هنا ما كانتوشيهاش. بصح الحشيش كان حيدو. البصله ما لقيتهاش كيما هاك ما غاديش ما تكبرش ما غاديش تطلع لك. إن محمد فلاح مجد، فهو يعتني ببساتينه كل الاعتناء، يحرثها ويزرعها ويسقيها وينزع عنها الطفيليات، كل ذلك بحداقة ودقة متناهية كأنه يبصر. كان واحد يشوف يحيد ولا يحيد البصلة ويخلي الحشيش. لا يحيد البصلة ويخلي الحشيش. ارتبط قصر إيش منذ القدم بشبكة مهمة من الطرق التجارية، فموقع الواحة بمنطقة صحراء مقفرة جعل منها محطة طبيعية تزود القوافل بما تحتاج إليه من ماء وزاد. كانت الواحة كما ذكر العديد من الرحالة والمؤرخين محطة على الطريق التجارية الرابطة بين تفيلالت ومصر، وعلى الطريق التجارية الرابطة بين الجزائر العاصمة وعين صالح. وكما ذكرت جريدة لو بوتي جورنال الصادرة سنة 1906، فقد كانت مركزا مهما يقتني منه الجنود الفرنسيون ما يحتاجونه من المواد الغذائية وبعض المنتوجات النسيجية التي كانت أهم وأوحد صناعة تمارس بالقصر. نظرا لما عرف عن الإيشيين من كونهم رعاة ومربو أغنام متمرسين، ونظرا لما يعرف عن نسائهم من حنكة وإتقان للحياكة والنسيج، فقد كانت إيش تشتهر بمختلف منسوجاتها من زرابية وسجادات وجلالب وبرانس. لما غيرت القوافل مسالكها لأسباب سياسية وهاجرت أغلب نساء القرية نحو المدن، تراجعت هذه الصنعة وخبى نورها، فوضعت المناسج والمناول جانبا. هذا راه الصوف ديال البل، هذا ماشي الصوف ديال النعجه. هذا ديال البل، وهذا ديال البل، هذا راه الصوف ديال البل هذه. على احسن من ديال النعجه، هذا كيجي زين رطب. السيده فاطمه بوستة احدى نساء القريه تعرض لنا ما حاكته اناملها يوما من نسيج، متأسفة على ما ولى من ذكريات هذه الصنعة بالقرية. احنا ما بقاش لي خدمة هنا. العيالات كاع صحابات الزمان اللي كيعرفوا داك الشيء كلشي مشى، بنات اللي كانوا هنا يخدموا خرجوا على برا ما بقاوش. رحلوا. وكلشي مشى، بقاو هنا غير دوك الشوابين والساكنين اللي راهم شادين البلاد وصافي. احنا هذاك هذا اللي كان نديروا فيه السدا. هذا عند خوه. خوه راه لهي، هذا راه باقي هنا. من هادو كنوقفوهم شدو بيهم. واش هادو هما اللي كنتو كتخدموا بيهم؟ هادو المناول كنقولوا لهم، المناول كنخدموا بيهم. هادو الوقافات ماشي اللي كنديروا فيهم المنسج. اللي كنديروا فيهم المنسج قولوا لهم بالشلحه يفدجاجن. واش كتقولوا لهم بالشلحه؟ كنقولوا لهم بالشلحه تيمندويل. حطيتوهم ما بقيتوش كتخدموا؟ ما بقيناش كنخدموا، درناهم هنا باش ما يتهرسوش. صافي ما بقيناش حنا نخدموا، ماشي ما نخدموش. دروك حنا ما بقاش غير وحده وحده في الدار، الشباب البنات كلشي خرج، ما بقى حتى شي واحد. كل شيء مشى، كل شيء خرج، خرجوا يخدموا. قال لك احنا ما غاديش نقعدوا هنا اصحاب. اليوم زمان كانت الناس تخدم الفلاحه، وكانت الناس تمشي للجنان يديروا الناس كل شيء ياكلوه من الجنان. ملي جانا الحلوف صمت لينا كل شيء، ما خلالناش كاع علاش غادي نحطوا يدينا. لقد بدات واحه ايش تفقد رونقها ونشاطها بتناقص اسرها ورحيلهم، فصارت الحياه بها تبدو ساكنه رتيبه ممله. تتهاوى ديارها الواحدة تلو الأخرى، وتتدهور مؤهلاتها ومآثرها شيئا فشيئا، إلى أن قام بعض شبابها الغيور فخلقوا جمعيات لترميم وإحياء دورها وإعادة الهيبة لمآثرها ونقوشها.
هذا بطبيعة الحال هذا موقع أثري مهم جدا، وجمعية واحد إيش خدت على عاتقها المحافظة على هذا الموقع ومحاولة تعريف به وطنيا ودوليا من أجل تكتيف من جلب السواح دوليين ولا من داخل الوطن. احنا في صدد التعريف بهذا الدور ديال هذا النقوش، ولكن اغلب خاصه المغاربه ما كيعرفوش الدور ديال هذا النقوش الصخريه، لذلك كنلقاو يعني واحد التخريب من طرف الساكنه اللي كتسكن في جوار ديال هذا النقوش هذه. ولكن المهتمين بزاف كنلقاو يعني الاساتذه ولا الطلبه ديال الجامعات ولا الناس اللي كيجيونا من برا ديال المغرب. كنحاولوا باش نوصلوا يعني الخطاب ديالنا للمسؤولين مثلا وزارة الثقافة إلى غير ذلك، باش تبقى تفكر في هذه المواقع مثل هذه باش تحافظ عليها وتبقى إرث الأجيال القادمة. إن قصر إيش بتصميمه وهندسته المتميزة وبثقافة أهله وصناعاتهم التقليدية العتيقة مثال لقصور المغرب الشرقي التي تعتبر مؤهلاتها الفكرية والسياحية مجلبا للسواح وموردا ينهلون منه ليعرفوا بموروثه الصحراوي المتفرد. Ce que je peux dire que je suis été étonné de la beauté de ce village. Avec la mosquée, puis les alentours, la palmerie, c'est très joli. Ouais. Eh bien, il faut dire aussi que si on n'est pas obligé de prendre la piste, quand on arrive de Bouarfa, il y a maintenant une très belle route pour venir jusqu'ici. Et on traverse des déserts magnifiques et on arrive ici dans un petit paradis comme on ne pourrait vraiment pas imaginer. إن العيش في وسط وحي تمثل الطمور أهم منتجاته أكسب الإيشيين علما بغراسة النخيل والاعتناء به. محمد قدور، هذا الكفيف الضرير الذي تربطه بالقصر علاقة حميمية، رغم كبره وإعاقته لا زال قادرا على الصعود إلى النخيل لتجذيبه وتذكيره. ولا ما تطلعش حتى تطلع. بسم الله. الله الله الله، ها نشوف هذا، أيوا، أنتي، قال هنا هذا، ها ما طلعش بالصباط أنا قلعو، باش نطن راسي، طلع لي هذا بعدين؟ واه طلع لي وجدها، حد داك الشيء تقول وجدها وداك الشيء طاح فيها باش نذكرها، كطلع نذكرها، يلاه بسم الله حاول تشوف، تقعد هنا تريح أنت لهيه، يلاه يلاه، يلاه أنت روح لهيه برا، ما عرفتيش تطيح واخا ما كتشوف، لا ما تطيحش ما جاك في ذاك، باش نطيح؟ ما نتاعش كيفاش نتاعهان كنت حبال نجي هنا قلت ما معنا كتشوفش كي غادي دير باش تطلع كنشوف كنطلع دايما من النخلة بسم الله نتشابط معها حتى ندكرها خليها بسم الله بسم الله ما تخافش يا ودي اسيدي إن المتبقين بإيش من السكان عامة ومحمد قدور على الخصوص متشبثون بواحتهم حريصون على استمرار أغراسها في العطاء. يحدوهم الأمل في غد يفيض فيه الدخل ويبسق النخل وتعود فيه الحياة من جديد إلى القصر. لا تنشدها بلاتي. لا 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 حيط غرحي غير هرب. أنا عاونك. لا ما تغيش تقلع غير حيط غير هودة غير هاك. غير هرب. هات هرب لقيها مزيان غير حاول ها نسقمها مازال ما نطلعاش اللهم يا ربي سخر لي فيها النخلة واجعل فيها البركة اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى الكريم صافي داك ارتاحي Thank you.